مساء الخير يا شباب، ازيكم؟ اليوم تاني فيديو بقدمه خاص بالاي اس بايو بيبر 1 سيريز، وبنتكلم فيه عن البيولوجيكال مولكيولز بارت 1. اول سؤال: فور سوليوشن وير تيستد وذ بينيك سوليوشن، ذا تيبل شوز ذا كلر اوف ذا سوليوشنز افتر تيستينج. عندي فور سوليوشنز، سوليوشن 1 2 3 4 والكلرز اللي هي خاصه بالاوبزرفيشنز. سوليوشن 1 عطاني جرين، اوكي. سوليوشن 2 عطى بلو، سوليوشن 3 عطى بريك ريد، وسوليوشن 4 عطى يلو. قبل ما نقرا ونكمل السؤال نفسه، تعالوا بينا نشوف كده اهوت. افكركم بالبنديكت تيست، كان خاص فور ديتكشن اوف ريديوسينج شوجر، ونشوف مع بعض. لو كان البنديكت سوليوشن، طبعا اللون الاصلي بنديكت سوليوشن هو بلو، يمكن داركر شويه عن الدرجه دي، هو بلو، دارك بلو. طيب لو فضل زي ما هو بعد التستنج، بعد الووتر باثنج، هنلاقي ده يندكيت ان في نيجاتيف ريزلت، معناه السوليوشن ده ما فيهوش شوجر، زي في حاله السوليوشن نمبر 2، ده معناه نيجاتيف. طيب يا ترى الجرين والبريك ريد واليلو، ايه دي درجات الالوان الموجوده في التست؟ لكن طبعا مش نوت ان اوردر في التيبل هنا، نوت ان اوردر، اعطاني جرين وبريك ريد ويلو، اوكي؟ طيب تعالوا بينا نشوف كده اهوت، يا ترى ده يدل على بوزيتيف ريزلت؟ يس، بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. طب لما احط بلسز كده 1 1 1 1 1 بلس 1 بلس 1 بلس، دي يا ترى كوانتيتيف؟ دي كده كواليتيتيف، دي معناها كواليتيتيف ريزلت. طيب يا ترى في التيبل ده هل هي كواليتيتيف برضه؟ لا، دي كوانتيتيف. يعني ايه كوانتيتيف؟ يعني بيدل على كوانتيتي، كل سوليوشن اعطاني بوزيتيف كان الكونسنتريشن كان كام. طيب تعالوا بينا نشوف هنا اهوت، which row shows solutions that could have given this results. solution 1 الريزلت بتاعته اعطيني جرين، اعطيني جرين. طب لو اعطاني جرين ده معناه بوزيتيف، انهي فيهم بالظبط؟ انهي فيهم بالظبط ممكن يبقى ريديوسينج شوجر؟ طبعا لازم يكون ريديوسينج شوجر اللي هيدي بوزيتيف ريزلت. طيب ممكن يكون 0.05% ريديوسينج شوجر؟ يس. ممكن تبقى 0.5؟ يس. ممكن تبقى 1% ريديوسينج شوجر؟ يس. طب هل ممكن تدي 0.05% نون ريديوسينج شوجر؟ طبعا لا، وبالتالي اكسكلود دي، اوكي، اكسكلود دي. طيب نشوف كده سوليوشن 2، سوليوشن 2 اعطاني بلو، اعطاني ايه؟ بلو، ادي درجه البلو، صح كده؟ ده معناه نيجاتيف. مين اللي يدي نيجاتيف في الحقيقه؟ اللي يدي نيجاتيف نون ريديوسينج شوجر. نون ريديوسينج ايه شوجر؟ مين النون ريديوسينج شوجر في سوليوشن 2؟ بص كده في الكولوم 2، النون ريديوسينج، اول واحد نون ريديوسينج، وثالث واحد نون ريديوسينج، صح كده؟ طيب طبعا ينفع 0% ريديوسينج؟ طبعا 0% ريديوسينج معناه ما فيش ريديوسينج شوجر، وبرده هيدي بلو. ايه ده؟ ده الثلاثه هنا زي الثلاثه هنا. طب وبعدين نشوف سوليوشن ايه؟ سوليوشن 3 عطى بريك ريد. طيب سوليوشن 3 بريك ريد ده عباره عن ايه؟ عباره عن اخر سوليوشن، اخر تيست تيوب، ده الهايست كونسنتريشن اوف ريديوسينج شوجر. طب الهايست كونسنتريشن اوف ريديوسينج شوجر، نبص كده ال 1% ولا ال 1%؟ ما ده هو ده، خلاص ينفع. طيب 1.5 ريديوسينج، برضه ينفع، تمام، صح. طيب وبعدين برضو ما زلنا في الحيره الى الان. طيب نشوف سوليوشن 4 يلو، اليلو ده معناها ايه؟ اليلو هو تاني درجه بعد الجرين، البلو ده نيجاتيف خلاص، اول درجه في البوزيتيفيتي جرين، بعدها يلو، وده يدل ان في تريسز اوف ريديوسينج شوجر اللي هي السمولست اماونت اوف او سمولست كونسنتريشن اوف ريديوسينج شوجر. طيب اعطاني ايه هنا اهوت؟ اعطاني يلو. طب اليلو اعلى ولا جرين؟ طبعا اليلو. طيب الانسر هنا مين يدي سوليوشن 4 يلو؟ 0.1 ممكن، 0.1 هي نفسها، 0.5 ممكن، او الى الان نفس 3 انسرز. طب وبعدين الحيره دلوقتي فين؟ فين القرار؟ فين الانسر؟ الانسر ببساطه طبعا لو قارنت كده اهوت 0.1% ريديوسينج شوجر اللي عطت يلو، تمام كده؟ اكيد هتدي يلو، وفي حين انه 0.05 يدي ايه؟ جرين. بالظبط كده اهوت، فعلا ديت تدي جرين، والبرسنتج ديت تدي ايه؟ يلو، لان هايست اكتر طبعا من 0.05. يبقى احنا ماشيين صح، يبقى الانسر ايه؟
تنفع حاجة تاني؟ ما تنفعش. يعني إيه ما تنفعش؟ لو هي مثلاً 0.1 زي اللي فوق وهنا 0.5، طبعاً 0.5 هي دي أكيد أكيد أعلى من 0.1، ما يديش أبداً جرين. Solution 1 مش هيدي جرين لو هو 0.5، وما يدي إيه؟ ممكن يدي الدرجات دي، يدي الأورنج مثلاً، يدي الرد ممكن. أوكي، فالأنسر هي إيه؟ طبعاً ممكن من أول كولوم بس وأخد قراري أمشي مع الأنسر. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. وخلص نفسي من rapid thinking على طول أخد قرار إنه هي letter A. ممكن أوي. بس أنا بتناقش معاكم إزاي طريقة تفكيري في الإجزام. طيب نفكر كده مع بعض. Which molecules are monomers? Which molecules are monomers? مين هم المونيمرز؟ ريبوز مونيمر؟ يس. جلوكوز مونيمر؟ يس. ديوكسي ريبوز مونيمر؟ يس. مونيمر معناه one unit, one portion, one part. طيب السكروز هل هو one part part ولا ده two parts joined together, two monosaccharide joined together by glycosidic bond, فده داي ساكرايد. السكروز معروف هو التيبل شوجر، فده داي ساكرايد. داي ساكرايد يعني اقدر اقسمه، اقدر اعمل له digest by saccharase enzyme. أعمل له hydrolysis. Okay, أعمل له hydrolysis to be broken into glucose and fructose. فطبعاً السكروز ما ينفعش. يبقى الأنسر معنا 1 و 2 و 3. طيب نشوف الكلام كده أفكركم مين هم المونيمرز والسكروز ده دايمر لي أو دايساكرايد لي. أدي المنظر. جلوكوز 1 يونت، فركتوز 1 يونت، جالاكتوز 1 يونت، الديوكسي ريبوز والريبوز 1 يونت. يفرقوا بس الجروب دي، ان دول داخلين في تركيب النيوكليك اسيدز، ودول بنتوسس. يعني ايه بنتوسس؟ يعني 5 كربون اتومز لكل شوجر مولكيول، لكن هنا هيكسوسز 6 كربون اتومز لكل شوجر مولكيول. طب ده كله مونوساكرايدز، عظيم. طب فين الدايساكرايد؟ اهو الدايساكرايد. جلوكوز بلس فراكتوز by condensation reaction اعطاني سكروز، اعطاني ايه؟ سكروز. اوكي يا ولاد. طيب كده يبقى اتاكدنا وبنفتكر الداتا مع بعض. تعالوا بينا نشوف which feature of glycogen distinguishes glycogen from starch. طيب قال لك all glycogen molecules are highly branched. All glycogen molecules are polysaccharides. All glycogen molecules contain alpha glucose. All glycogen molecules contain 1,4 glycosidic bonds. كل الستيتمنتس دي correct. طيب فين الانسر؟ اصلي الستيتمنت اللي بنحطها في الشويسز ممكن تكون correct 100%، لكن هل دي الانسر؟ لا. طيب نفكر كده distinguishes يعني بيفرق لك ما بين glycogen والستارش. ايه الحاجه اللي ممكن تفرق ما بين glycogen والستارش؟ glycogen فعلا ينطبق عليه هنا انه هايلي برانشد، وينطبق عليه بوليساكرايد، وينطبق عليه بيكون من الفا جلوكوز يونتس وجلايكوسيديك بوند موجوده فيه 1,4 بالاضافه طبعا لحاجات ثانيه. طيب ايه اللي هيفرق؟ اللي يفرق ان الستارش بوليساكرايد زيه، الستارش فيه الفا جلوكوز يونتس زيه، الستارش فيه 1,4 جلايكوسيديك بوند زيه، لكن هل هايلي برانشد؟ طبعا لا، أقل في البرانشين. معروف الستارش بيكون من حاجتين، أميلوز وأميلوبكتين. نفتكر كده الأشكال مع بعض، هي خلاص كده الأنسر هي إيه؟ نشوف كده مع بعض. آدي الفرق، ده أميلوز طبعًا، ده كده إيه؟ أميلوز. أميلوز، أوكي؟ ده أميلوبكتين، أميلو إيه؟ بكتين. طبعًا فين جلايكوجين؟ آخر صورة هي جلايكوجين. جلايكوجين. طب لو بصينا كده اميلوز واميلوبكتين الاثنين ستارش. الاميلوز 1,4 الفا 1,4 جلايكوسيديك بوند. طب الاميلوبكتين؟ لا ده 1,4 موجوده، الفا 1,4 جلايكوسيديك بوند بلس بالاضافه البرانشنج الموجوده زي دي كده، ده برانش وده برانش مثلا، كل البرانشز دي الفا 1,6 جلايكوسيديك بوند. صح كده؟ طيب يفرق ايه لو الاثنين دول كده الصوره الاورنج دول يدلوا ان دول ستارش بالفعل بنفس اللون هم الستارش.
طيب من ناحية البرانشينج في برانشينج في الستارش طيب compared مع glycogen less branched عن glycogen what هي glycogen highly branched highly branched ده الفرق ما بين الاثنين اوكي نكمل كده مع بعض the student wrote four statements about what happens during hydrolysis of carbohydrate يعني ايه hydrolysis hydrolysis يعني breakdown of certain large compound into smaller ones by addition of water يعني adding water حلو قوي of carbohydrate يعني انا عاوز ال large one الكبير يتقسم يتفكك by addition of water طبعا مش water بس في الحقيقه المفروض في انزيم اسمه يعني ايا كان على حسب السبستريت لو مثلا بكسر سكروز يبقى سكريز لو بكسر لاكتوز يبقى لاكتيز ده كله في وجود الووتر طبعا hydrolysis وخدنا الكلام ده في الدايجستشن قبل كده disaccharides are formed from monosaccharides are formed from mono ماشي المعلومه صح هي disaccharides are formed from mono تمام لكن هل دي انسر قال لك during اثناء الهيدروليسز ايه اللي بيحصل؟ هل الدايسكرايدز ار فورمد؟ لا طبعا ده يعتبر الدايسكرايدز بروكن انتو مونوسكرايدز وقت الهيدروليسز فانت ما ينفعش تبقى 1 معانا. جلايكوسيتيك بونز ار بروكن يس. طيب مولوكيولز اوف ووتر ار ريليزد بريديوزد. لا طبعا انا بقول لسه هيدروليسز معناها اديشن ووتر انا نيد ووتر علشان اعمل هيدروليسز مش بريديوز ووتر due to hydrolysis لا طيب monosaccharides can be formed yes can be formed مع hydrolysis ممكن ايه can be formed لو كان داي يبقى مونو لو كان ستارش يكسر المالتوز وبعد كده جلوكوز مثلا يبقى هنا الانسر 4 معانا والانسر 2 معانا يبقى 2-4 مع بعض 2-4 مع بعض يبقى الانسر سي ده وقت الهيدروليسيس تعالوا نفتكر الهيدروليسيس شكله ايه ادي شوجر زي السكروز دي جلايكوسيديك بوند هنا سي او سي اوكي دي جلايكوسيديك بوند ما بين الجلوكوز والفركتوز طيب واضح جدا السيمبل بتاع السكروز هو دبل سي 6 اتش 12 او 6 ماينس اتش 2 او ماينس اتش 2 او معناه ايه؟ لو ده كده السيمبل بتاعه الاصلي الوحدي سي 6 اتش 12 او 6 وده برضو لوحده C6H12O6 الاثنين ايزومرز الاثنين ليهم نفس الكيميكال فورمولا اوكي لكن ال 3D دايمنشنز تختلف من مولوكيول ده عن مولوكيول ده في الكيمستري بنقول عليهم ايزومرز مش مهم لكن المهم عندي ان ليهم نفس الكيميكال فورمولا طب لو عملت ادنج بالنمبر هيطلع C12 يس and C24 بدل 24 هنا اصبحت 22 طيب هنا O6 و O6 O12 ايه ده؟ يعني في الحقيقه بعد الاديشن عملنا ايه؟ ماينس H2O علشان تكون البوند ده دي حاله كوندنسيشن طب نعكس الكلام نحط ادينج ووتر هيدروليسز ادينج ووتر ارجع الحق لاصحابه انا خدت من التو موليكيولز دول ووتر عشان اعمل بوند ديه طب لما احط ووتر هيبتدي كل واحد ياخد حقه اللي خدت منه الاتش اهو رجعت له الاتش بتاعته اللي خدت منه الاو اتش اهو رجعت له الاو اتش بتاعته فانفصلوا عن بعض ده معناه هيدروليسز بريك داون اوف دايسكرايد انتو مونوسكرايد باي اديشن اوف ووتر ان بريزنس اوف سيرتن سبيسيفيك انزايم اوكي ادي الكلام يا اولاد بتاع الهيدروليسز عكس الهيدروليسز حاجه اسمها كوندنسيشن او دي هايدريشن اوكي نفتكر الكلام ده كله مع بعض نشوف كده وات كان اوكر ديورينج كوندنسيشن اوف كاربوهيدريتس عكس الهيدروليسز كوندنسيشن ريموفال اوف ووتر الدايسكرايد از بريديوسد فروم مونوسكرايد يس خلاص فهمناها اوكي جلايكوسيتيك بوندز ار بروكن بروكن معقول جلايكوسيتيك بوند بروكن ما لو بروكن هتدي مونو ده انا عاوز ايه اعمل لارجر كومباوند هي الانسر على طول ايه اوكي وهنا طبعا بروكن لا وهنا الووتر ار يوزد اب وقت الهيدروليسز لكن انا بعمل كوندنسيشن ريموفال اوف ووتر طيب مونوسكرايد ار بروديوسد لا ده انا بعمل بيلد اب بعمل بوليمرايزيشن باي ريموفال اوف ووتر يبقى طبعا لا
يبقى الانسر هي ايه؟ هل في حاجه توضح الكلام ده؟ الايكويشن المشهوره جلوكوز بلس فركتوز ريموفال اوف ايه ووتر، حد خدت منه اتش وحد تاني في الحقيقه خدت منه او اتش كامله. اوكي؟ فيطلع ايه؟ يطلع ووتر اهو ريليز ده. ريليز ده ووتر. اوكي؟ ده امتى؟ وقت الكوندنسيشن ريموفال اوف ووتر. يطلع وان اوف ذا برودكتس هو ووتر. وايه كمان؟ ها دايساكرايد جويند باي جلايكوسيديك بوند. اوكي؟ تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعديه. ذا ديجرام شوز مولوكيول اوف 3 هيكسوز شوجرز. عندي 3 هيكسوز شوجر، شوجر 1 و 2 و 3. الشوجرز دي جاب لي تيبل بيفكرني يا ترى مين من المولوكيولز دي عنده كومباوند او كومباوند يس كومباوند 1 او كومباوند 2 او كومباوند 3. تعالوا بينا نشوف كده اهوت. سكروز، السكروز يا ترى في كومباوند 1. طب ايه هو 1؟ ما نتعرف عليه. 1 ده عبارة عن الفا جلوكوز، عارفين طبعا ليه الفا، بيلو ذا بلين اوف ذا رانج، تحت في رجل الترابيزة. طب وهنا ال OH above ال plane of table فوق. اوكي؟ يبقى ده بيتا. طب ومال ده الاخ شكله عامل زي الحلة ده؟ ده فراكتوز. ده ايه؟ فراكتوز. شكله زي البنتوسز. طب هل هو بنتوس؟ لا، ده هيكسوس. ما هو قال لك اهو هيكسوس. طب ما نعد كده، ربما يكون غلطان ولا حاجة. الشكل ده خماسي، ازاي يبقى هيكسوس؟ نعد كده مع بعض. بصوا يا ولاد معايا، بصوا معايا، كربون نمبر 1 اهي، دي 2، دي كده 3، كده 4، اوكي؟ كده 5، كده 6. CH2OH فيها اول كربون، CH2OH فيها اخر كربون. ها هيكسوس. طب ده فركتوز او فركتوز؟ طب الفركتوز مع جلوكوز مع الفا جلوكوز يدي ايه؟ يدي سكروز. إذا السكروز في 1 موجود و 3 موجود. ينفع. لكن هل في 1 اهي كمان دي تنفع؟ اوكي. هل في 2؟ لا ما فيش 2، يبقى سي بره الموضوع. سيليلوز. السيليلوز محفوظ ومعروف انه بيتا جلوكوز. بيتا جلوكوز يعني نمبر 2 بس. يبقى سيليلوز 2 هنا و 2 هنا. يبقى نكنسل ايه؟ نكنسل 3 ونكنسل 3، يبقى بي كمان طلعت بره الموضوع. يبقى لك ايه ودي؟ امايلوبكتين. امايلوبكتين ده واحد من الانجريدينتس اوف ستارش. امايلوبكتين. امايلوبكتين خدنا من شويه ان هو بيكون من ايه؟ من 1-4 الفا 1-4 جلايكوسيتيك بوند والفا 1-6 الفا برضه. ما هي الالفا اهي. اذا الامايلوبكتين في الفا؟ اه في الفا، يعني عنده 1 اهي. طب هل عنده 3؟ هل عنده 3؟ ما قداميش غير ايه؟ دي وايه؟ هل عنده 3؟ طبعا لا. يبقى الانسر هي دي. الانسر هي دي. اوكي يا شباب؟ طيب نكمل كده مع بعض. السؤال اللي بعديه، سؤال انا بجيب الاسئله الشبيهه ببعض ورا بعض في الحقيقه. اوكي؟ هما من ديفرنت فاريانتس من ديفرنت اكزامز. ذا ديجرام شوز 3 هيكسوز شوجرز. خدوا بالكم في كامبريدج. هي نفس الايدياز لكن بيغير في طريقه عرض السؤال. فانت عندك الايدياز تبقى ثابته مهما كان. اوكي؟ الايدياز ثابته كونستنت، لكن السؤال بيتغير الشيب بتاعه. ما تخافش من شكل السؤال الغريب عليك، بالعكس هيبقى مور سمبلر ومور ايزير عن السؤال اللي انت متعود تشوفه في كلاسيفايد او الباست بيبرز قبل كده. نبص يا اولاد مع بعض. ذا جرام شوز 3 هيكسوسز. ماشي. بسرعه بسرعه. السكروز، ها السكروز في 1 ده الفا، ها ده بيتا، ده فركتوز اف، وده بيتا ده الفا. على طول ها سكروز في 1؟ يس في 1. سكروز في 3؟ ايوه في 3. السليلوز في 2 بس، ادي 2 اهي وادي 2 اهي. طب الستارش بدل ما قال في الكولون اللي فات في السؤال اللي فات امايلوبكتين اللي هو المنظر ده كده، المره دي قالها ايه؟ قالها ستارش. المره الجايه في الاكزام ان شاء الله يوم الخميس هيقولها لك ايه؟ جلايكوجين. ايه المشكله؟ هي نفس الفكره. اوكي؟ مش هيحتار في وضع سؤال. يبقى هنا الستارش ايه؟ في 3؟ لا طبعا ما فيش 3. يبقى الانسر ما زالت دي برضه. اوكي يا شباب؟ نكمل السؤال اللي بعديه.
Solution of amylase was added to suspension of starch after 30 seconds. C samples of the mixture were tested with iodine solution, Benedict solution, or with pyrite reagent. استعملنا ايودين او بنديكت سوليوشن او بايوريت. نفتكر مع بعض الايودين ديتكشن فور ستارش. صح كده؟ فور ستارش. البنديكت ريديوسينج شوجر. ريديوسينج شوجر. البايوريت بروتينز. ده اللي احنا عارفينه. طيب تعالوا بينا كده الفور سوليوشنز دول او سوليوشن اوف اميليز. سوليوشن اوف اميليز. لو بصينا كده مع بعض color with test reagent iodine solution يا ترى 30 seconds زول يا ترى 30 seconds زول كافيين لcompletion of reaction maybe ممكن يكون كافيين امتى لو كان الانزيم ده الاميليز highly concentrated ده كده او substrate يكون diluted او الاثنين مع بعض ده highly concentrated ده كده والتاني اللي هو سبستريت دايليوتد سهل جدا خلال 30 سكند يخلص الرياكشن تدور على الستارش حصل له كومبليت دايجستشن باي اميليز خلال 30 سكند اه كافي جدا ما تنساش ان الانزيمز بيبقى احيانا بعضها ليها هاي تيرن اوفر يعني يقدر يخلص على السبستريت في اقل وقت ممكن في فراكشنز من سكند اوكي طيب زي مثلا كربونيك انهيدريس لو تفتكر بص يا ولاد معايا color with test reagent الايودين نمشي واحده واحده في الاكزام انا ايش عرفني ما اعطانيش قال لي concentrated ما قالش اي حاجه من اللي انت بتقوله يا مستر على مهلك نفكر ممكن يشتغل الايودين solution ممكن يدي بلاك طب لو عطى بلاك ده معناه ايه؟ كان كده نفترض ولد واحد من الشباب قال فعلا 30 سكند دول كانوا كافيين. تمام كده؟ فيختار الانسر براون وبراون. باعتبار الايودين هو ذاكر في الاكزام ان هو براون. مش هنقول له لا. طب لو اورنج ينفع؟ اه ينفع طبعا. لان اللون الاصلي الايودين سوليوشن اورنج. طب ليه اختاروا براون هنا؟ على حسب الشلف لايف وعلى حسب انت محضره امتى والكونسنتريشن بتاعه. اوكي؟ طيب خطوه بخطوه. لو الاميليز عمل بريك داون للستارش لو انا خمنت كده انه اللي عمل كومبليت دايجيشن للستارش اجي اعمل له اديشن بالايودين واعمل تشيك بالايودين يطلع براون براون يبقى الانسر سي كده او جي كويس ما ينفعش بلاك وبلاك انه عمل كومبليت دايجيشن انا خمنت السير سكند كانوا كافيين طب يا ترى في الحالة دي المفروض شوجر يطلع المفروض ريديوسينج شوجر يطلع من الدايجستشن اوف ستارش مالتوز ده ريديوسينج او جلوكوز ده برضه ريديوسينج هل هيدي مع البنديكت سوليوشن بلو؟ طبعا لا يدي يلو يس يدي يلو على حسب الكونسنتريشن الموجود بتاع مين؟ بتاع الريديوسينج شوجر ينفع تعالوا بقى نفكر نفكر بالعقل. بايريت هو بايريت ده للبروتين، ايه ده؟ هو في بروتين هنا وانا بعمل ديتكشن بروتين ليه؟ ما تنساش الانزيم بعد ما خلص مهمته بعد ما عمل بريك داون للستارش انتو ريديوسينج شوجر فضل موجود في التست تيوب. طب كل الانزيمز ار بروتين فلو حطيت بايريت المفروض يطلع بوستيف ولا نيجاتيف؟ المفروض يطلع بوستيف ريزلت. وبص الريزلت مع البايريت يدي بيربل بيربل كلر اذا طب ما انا قلت هنا رونج وبيربل هنا مش هينفع اختار صح كده؟ مش هينفع اختار ينفع يدي بلو ما ينفعش ايه ده معناها ولا سي تنفع ولا دي تنفع يبقى انت لما خمنت من 30 سكندز كانت كافيه انها تعمل كومبليت دايجيشن للستارش كنت غلطان ومفيش عادي عادي احنا بنفكر وفي الاكزام ممكن افكر بالطريقه دي اه باللوجيك طب يتبقى لي اختيارين دلوقتي لما خدت قرارك لا اما A لا اما B انت وصلت 50% من الانسر برافو حلو طب تعالى نكمل هنا قدامي حل ان فعلا انه الاميليز
ما كانش كافي لي 30 seconds to complete digestion of starch. مازال incomplete. معناها في بعض molecules of starch تحولت ل maltose sugar أو حتى glucose ك reducing sugar ومازال في متبقي من الستارش. فلما تحط أيودين يدي بلاك، أدي بلاك وبلاك. خلاص دي احنا اتفقنا هتبقى رونج فيما بعد ودي رونج فيما بعد. خلاص. ها بلاك وبلاك. نيجي بلاك وبلاك معناه ايه؟ هل الستارش فضل زي ما هو ستارش؟ لا، في جزء منه digested فلازم يدي بوزيتيف ايه ريزلت. ده بوزيتيف ريزلت دي بوزيتيف ريزلت. صح كده؟ البيوريت بقى، ها البيوريت احنا اتفقنا بتدور على مين؟ على الانزيم باعتباره بروتين. يدي بيربل ولا يدي بلو؟ يدي بيربل. فالانسر تبقى ايه؟ الانسر تبقى ايه؟ اوكي، حتى لو انت غلطت في الاول تقدر تعالج الخطا بتاعك بسرعه بتفكيرك وبذكائك، اوكي؟ فما تخافش من شيء. تعالوا نفتكر مع بعض. نفتكر مع بعض الايودين اللون الاصلي بتاعه اللي هو الاي 2 dissolved in potassium iodide solution بيبقى لونه كده اورنج. لو اتركن شويه في الشلف او على الراك لفتره طويله ممكن يقلب لبراون. هو جابوا لك باختصار براون، مش نقول له لا. طب ده ايه؟ ده ستارش سوليوشن، ستارش. طب لو حطيت 1 دروب بس كافيه جدا انك تخلي لك الوايت سوليوشن من الستارش تخليه بلو بلاك اللي هو ده او بلاك. تنفع بلو بلاك؟ اه ينفع. ينفع بلاك؟ ينفع. ينفع بلو بس؟ ينفع. كل ده ينفع. تبصر رضا للستاش. صح كده؟ طيب ادي الانسر. تعالوا بينا نشوف صوره ثانيه نفتكر بايوريت بيعمل ايه. لو في بروتين بوست بروتين سواء البروتين ده بروتين بالفعل زي الالبومين ايج البومين ملك كازين زي الانزيمز نفسها اللي انت استعملتها لازم يدي بوستيف ريزلت بيربل كالر. ينفع نقول موف؟ اه ينفع. فايلوت اوكي مش هنقول لا. لكن ده النيجاتيف ريزلت. اوكي ده البايوريت ايه ريزلت بتاعته. نكمل كده مع بعض. سوليوشن اوف اميليز تاني واز ادد تو سسبنشن اوف ستارش ذا ميكشر واز ستيرد and they kept at 40 sneezes for 45 minutes. ده طول الوقت قوي. مش ممكن. 40 ده عطالك الايه؟ عطالك temperature يعني قريبه قوي. نقدر نقول optimum، نقدر نقول يعني fit enough انها تخلي الانزيم more active. اه طبعا. طيب وبعدين ده time taken 45 minutes. yeah. طب اسكت، احنا كنا بنتناقش في 30 seconds في السؤال اللي فات. دلوقتي يعني ده 45 مش seconds بقى، ده minutes. يبقى هنا لازم انت ومغمض تختار ايه؟ ان ده complete digestion. الستارش يتقضى عليه خلاص، مفيش ستارش. نيجي نشوف الايودين يدي ايه؟ يدي بلاك وبلاك؟ لا، هيدي نيجاتيف ريزلت يبقى براون وبراون. تمام، يبقى ما تنفعش ولا ايه ولا دي خلاص. ها بنت سوليوشن لازم يدي بوزيتيف ريزلت، لازم غصب عني بوزيتيف ريزلت، يبقى قداميش غير الاورنج. طبعا دي نيجاتيف ريزلت. طيب البايوريت يدي ولا ما يديش؟ يدي بيربل؟ اه يدي بيربل. اعطالك بيربل يبقى هنا اهوت ادي دي. اوكي؟ طبعا هنا اهوت يا ولاد كان في سامبل اوف ملك with benic solution yellow color is observed. طب اليلو كلر ده بناء على ايه؟ بناء على reducing sugar يعني positive result. عظيم. طيب which conclusion about the sample of milk is correct? reducing sugars are not present. No. reducing sugars are present. yes. there is a high concentration of fructose or حصلوش digestion. وبعدين حتى لو حصل digestion للاكتوز مش هيدي فراكتوز. اوكي؟ there is low concentration of sucrose. طبعا لا، nonsense. يبقى بالتالي الانسر هي B. اوكي؟ انسر B. digestion sugars are present. طب ليه yellow؟ maybe باعتباره ممكن يكون الامونت اوف لاكتوز الموجوده في الملك less. اوكي؟ او less amount. لو بصينا كده اليلو دي درجه من درجات البوستيرتي. traces of sugar المهم موجوده ولا مش موجوده؟ موجود reducing sugar. اوكي؟ طيب سؤال اخر. which color indicates the lowest concentration of reducing sugar present in the solution after testing with Benedict solution؟ طبعا واضح lowest فين؟ lowest concentration اقل concentration من reducing sugar هيبقى مين؟ اللي هيدي green. اللي هي دي ايه؟ يبقى الانسر بي.
answer B. Okay, طيب نكمل كده مع بعض. Which of the statements about polysaccharides can be used to describe amylose and cellulose? لو عندي amylose وcellulose يا ترى description بتاعهم يبقى ايه؟ Both together. لما يجيب لك two compounds مع بعض لازم الانسر تنطبق عليهم هما الاثنين مش على واحد فيهم فقط. Contains 1,4 glycosidic bonds. الاميلوز 1,4 الفا 1,4 glycosidic bond. طيب سيلوز يعتبر بيتا بس المهم 1,4 ولا لا 1,4 فعلا يبقى الاثنين contains 1,4 glycosidic bonds بغض النظر هل هما الفا ولا بيتا. Contains 1,6 glycosidic bond ده الاميلوز غلبان ما عندهوش branching ما عندوش branching فما عندهوش glycosidic bond وسيلوز مفترض فيه انه فايبرز ستريت فورورد تمام كده لكن الفايبر دي جوينت توجذر باي هيدروجين بوند فما ينفعش برضه 1,6 اوكي طيب للاثنين اه للاثنين طب بوليمر اوف جلوكوز يس بوث ار بوليمر اوف بوليمرز اوف جلوكوز يونتس يبقى الانسر معانا 3 يبقى 1 و3 مع بعض يبقى الانسر بي اوكي نفتكر مع بعض الرسم ادي الفا جلوكوز ده الفا جلوكوز ده بيتا جلوكوز الاميلوز فيه ها الفا جلوكوز يعني عظيم طيب والسيلولوز لا ده فيه بيتا وفي ري اورينتيشن ل 1 مولكيول اوف بيتا جلوكوز ب 180 ديجريز كومباربل مع نيكست اي بيتا جلوكوز يعني تلاحظوا هنا الاو اللي هي شبكه ما بين كربون نمبر 1 وكربون نمبر 5 مالها مره اب ومره داون مره اب مره داون ده اللي هي 180 ديجريز اللي احنا قلنا عليها قبل كده ده البيتا جلوكوز يانس موجوده في السيلوز اوكي هل في برانشنج؟ ما فيش سواء في الاميلوز او الاميلو سوري سواء في الاميلوز او كمان السيلوز طيب نكمل كده مع بعض السيلوز اهو والاميلوز بص يا ولاد السيلوز اللي هو كان ستريت فورورد يتقابل مع بعض كده اهوت كذا مولكيول من الفايبرز الخاصه بالسيلوز وتعمل جوين توجذر باي هيدروجين بوند وتعمل كريس كروسنج علشان يبقى فيه جابز والجابز دي تبقى وايدر وعلشان يبقى فيه برميابيلتي للووتر عشان تكون السيل وول اوف بلانت ده السيلوز طيب هنا ده الاميلوز صحيح 1,4 glycosidic bond بعد كده هو يتكون هيلكال شيب هيلكال شيب باي هيدروجين بوند فورميشن ما بين كذا او اتش نقدر نعمل مع او اتش او اتش الادجيسنت شوجرز اوكي هيدروجين بوند فتعمل هيلكال شيب ده الشكل ده اميلوز اوكي يا ولاد طيب نكمل كده مع بعض ها ايه ده كده ديفرنسز طيب من ناحيه الديفرنسز الثانيه ديجرام ده طبعا احنا قلنا في السليلوز يعتبر بيتا ها وعشان كده مره اب ومره داون مره اب ومره داون زي ما اتفقنا وهنا ايه؟ هنا يعتبر الفا جلوكوز يونت في حاله الاميلوز البرانشنج نو برانشنج ده سيميلارتي والبوندز 1,4 glycosidic bond طيب هنا بيتا بيتا وهنا الفا في حاله الاميلوز طب ايه سيميلارتي الثانيه الاثنين بلانت اوريجين السيلولوز في بلانت سيل وول كل بلانت سيلز عندها سيل وول ميد اوف سيلولوز لكن الاميلوز موجود في الستارش جرينز ميكسد مع الاميلوبكتين بديفرنت ريشوز في ديفرنت جرينز يكون الستارش ده ايه الاميلوز نكمل كده مع بعض ذا ديجرام شو سام ريليشن شيبس بتوين فيتشرز اوف كربوهيدراتس الفين دايجرام ده بيسموه فين دايجرام السيركلز دي ده سؤال بيبقى جميل ازاي يتحل هو عباره عن ايه بناخد الكولوم الاولاني اللي هو نمبر 1 ونشوف حاجه ادي 1 اميلوبكتين ناخد الاميلوبكتين هل الاميلوبكتين عنده الفا 1,4 بوندز يس عنده طيب يا ترى هو جلوكوز يونت هل هو الفا جلوكوز يونت؟ يس يبقى تنفع يبقى 1 دي تمشي معانا طيب نشوف السكروز السكروز 2 هنا
تقول هي دي. طب تو دي تمثل ايه؟ هي عبارة عن شير ما بين مين ومين؟ ما بين السيركل دي والسيركل دي. طب يا ترى السكروز برانشد؟ طبعا لا، ما ينفعش يكون برانشد، يبقى اكيد تو دي مش سكروز. اوكي، لان هو السكروز دايسكرايد، هيجي منين برانشنج؟ اوكي. طيب هل هو الفا جلوكوز؟ على عين والراس الفا جلوكوز، لكن هل هو برانشد؟ لا. طيب جلايكوجين، ناخد 3 جلايكوجين. جلايكوجين دي الحته دي من الانترسكشن ما بينهم والاوفرلابنج ما بينهم، ما بين السيركل الاولى A مثلا، او بلاش A، X Y Z، كانها اوفرلاب ما بين X Y Z. اوكي، ده 3. طيب هل ليه نفس الكاركتر؟ 3 ده جلايكوجين، هل هو 1 4 بوندز موجوده؟ اه موجوده. هل هو برانشد؟ انا بتناقش معاكم لسه، ما زال في 3، المفروض ما ناقشهاش، المفروض انقل على بي. ها، هل هو جلايكوجين 1 4 في 1 4؟ يس. هل هو برانشد؟ يس. هل هو الفا جلوكوز؟ يس. تنفع، تنفع، لكن محطوطه غلط في المكان، في الرول الاولاني بتاع ايه. طب السيلولوز نمبر 4، ها سيلولوز نمبر 4 اهي. هل السيلولوز 1 4 بونز؟ اه 1 4. 4 ده لوحدها، ده لوحدها، يعني ما فيش اوفرلاب الحته دي بس كده. تمشي سيلولوز 1 4 بونز؟ اه تمشي طبعا، لكن هنا لوجود السكروز خطا، ما ينفعش اختار ايه. نشوف بي، ها بي، نبص كده بي نمبر 1 الاميلوز، هل عنده 1 4؟ يس. هل هو الفا جلوكوز؟ يس. تمشي، يبقى الاميلوز اوكي. 2 2 هنا هو جلايكوجين، اوفرلاب ما بين مين ومين؟ اوفرلاب ما بين الفا جلوكوز وبرانشد، صح تمام. طيب الاميلوبكتين 3، الاميلوبكتين اوفرلاب ما بين 3 سيركلز اكس واي وزي، ها اميلوبكتين، هل الاميلوبكتين في 1 4؟ يس. هل هو برانشد؟ يس، لكن اقل في البرانشنج عن الاي جلايكوجين انت عارف. هل هو الفا جلوكوز؟ يس. تمشي، السيلولوز ما زال محتفظ بكيانه اللي هو 4، اللي هو عنده 1 4 بونز، يبقى الانسر فيه. اوكي طيب ادي كومبير، اسمحوا لي بس امسح الشخبطه دي. ها بص يا ولادي، الكومبير ده شكله ايه؟ الكومبير ده بيجمع لك كل حاجه خاصه بالكربوهيدرات اللي درسناها، الخاصه بالبوليساكرايدز بمعنى اصح، مش السيمبل شوجر، بوليساكرايدز. السليلوز في اول كولوم، والستاش واخد تو كولومز في السنتر، وجلايكوجين. ده فيه كل حاجه، يعني تقدر تعمل سكرين شوت او تذاكر من الدياجرام ده يفهمك تقريبا معظم الكربوهيدرات. اوكي؟ بص يا ولاد معايا، اتفقنا السليلوز بلانت اوريجين، الاميلوز بلانت اوريجين، والاميلوبكتين بلانت اوريجين. الجلايكوجين قاصر فقط على الانيمال، انيمال سيل. طيب السبيونتس، السليلوز هو الوحيد البيتا، لكن الباقي ستارش بمكونات ومن اميلوز واميلوبكتين الفا جلوكوز بالاضافه للجلايكوجين. البونز، البونز بتاعتي ها 1 4 في الاميلوز 1 4، نقلب هنا اهوت الاميلوبكتين عشان في برانشنج، عنده 1 4 وعنده 1 6 كبرانش. الجلايكوجين 1 4 1 6 برانش، ايه ده الاثنين زي بعض؟ اه زي بعض في الحقيقه، زي بعض. طب وبعدين؟ ها البرانشنج، السيلولوز نوت برانشنج زي ما شفنا هنا، فاهم كده؟ نو برانشنج، والاميلوز نو برانشنج، لكن هنا في الاميلوبكتين لا، ده في برانشنج اهو، في برانشنج اهو، في برانشنج. لكن البرانشنج ده كل ما تمشي 20 خطوه تقريبا من الجلوكوجينيس يقابلك برانش. يعني في برانش اه في، لكن الجلايكوجين يفوقه في البرانشنج، كل ما تمشي 10 خطوات بس من الجلوكوز الالفا جلوكوز تلقى في برانش جديد كسليت اوف من المين ستريت. اوكي؟ ده هايلي برانش. ادي المنظر، ادي برانشنج 1 6 وادي برانشنج 1 6 8. اوكي؟ طبعا سهل كده ريفيجن خالص بالنسبه للكربوهيدرات. تعالوا بينا نشوف the student carried out the Benedict test on several different clones concentrations of alpha glucose, which graph represents the results correctly. نفهم السؤال الاول، ما تجريش وتقرا بسرعه، والام سي كيو بنتعلم من اساتذتنا انه لازم يتقرا مرتين، twice، اول مره
لتاني مرة. لو جبت قدرت تجيب معلومات من أول مرة خير وبركة، بس مش كأنسر، لا عيد تاني على سؤالك. الوقت كافي؟ أه كافي ونص. And student carried out penetrative test on several different concentrations. Different A concentrations. كلمة different concentration في أي تيست أو different حاجة، يبقى أنت بتغيرها بنفسك. يبقى ده independent. يبقى أقدر أكتب هنا independent. نطلع من كلمة different دي independent variable. Independent variable. اللي هو concentration. عندك كذا تيست تيوب في الراك، 6 تيست تيوب ب different concentration، أنت اللي عاملهم بنفسك. ده independent. يبقى أي جراف أوتوماتيكلي يبين الريزلت للانون سامبل بتاعتك دي. اوكي؟ او نون سوري نون سامبل دي. هتتحط فين؟ تتحط على الاكس اكسس. ادي كونسنتريشن اوف الفا جلوكوز. طيب هي دي الوحيده؟ كونسنتريشن اوف الفا جلوكوز. هنا تايم تو فيرست كلر تشينج، هنا برضه تايم تو فيرست كلر تشينج. يبقى الانسر ما بين A لا اما A لا اما G. طب تنفع تايم تو فيرست كلر تشينج تبقى جين هي الانسر؟ ما تنفعش. تنفع بي؟ ما تنفعش. تنفع سي؟ برضه ما تنفعش. ليه؟ اختيارك من الاول الكلمه دي اللي انت لقطتها كاندبندنت فهمتك نص الحل. يبقى الانسر لا اما ايه لا اما دي، باعتبار الاندبندنت بيتحط على الاكس اكسس، والديبندنت اللي انت هتشوفه في الاكزام بتاعك التايم تيكن تو أو time taken to first appearance of color change اللي هو البلو لدرجة البوستيف اللي هي green أو yellow أو orange أو red أو break red. ده هو الـ outcome بتاعك، ده اللي بتحط على الـ y-axis، ده dependent variable. يبقى الـ answer ما زالت A أو G. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ بص بقى معايا. concentration هنا اعمل roughly كده 1 مثلا 1 ملي 1 ملي مول مثلا 1% مثلا، او بلاش يسيب 1 0.1 اوكي، وهنا 0.2 وهنا 0.3. ده طبعا الكونسنتريشن ايه بتاع الالفا جلوكوز 0.4 and so on. ذا كونسنتريشن ستارت كان مال الليست كونسنتريشن هو 0.1 من ال 5 سامبلز اللي عندك دول. يا ترى the time taken in to first appearance of positive color color change يعني هياخد more time؟ اه طبعا more time. شايف time فين؟ اعلى time ممكن more seconds. طب وبعدين لو خدت 0.2 لا هيدي ايه؟ time اقل. طب لو خدت 0.3 time اقل، صح كده؟ لو خدت 0.4 least time. يبقى من higher concentration as the concentration of alpha glucose increases on x-axis, the time taken for change color of any solution from blue to other colors, هيبقى faster، هيبقى less time، هيبقى less E time، يبقى الانسر A. نتأكد هل ينفع كده؟ بص كده الـ highest concentration اهو، بص الـ time بتاعه فين؟ yeah، and the dot دي، امشي كده على horizontally لغاية متقابل الـ time، yeah، معقولة ينفع الكلام ده؟ ينفع مع الـ highest concentration اخد more time؟ ما ينفعش طبعا، مش لوجيك، نونسنس. كده بالتالي الانسر هي ايه؟ نكمل كده مع بعض. The table compare three molecules X, Y, and Z which contain the elements carbon, hydrogen, and oxygen only. ما عنديش غير carbon و hydrogen و oxygen. The carbon و hydrogen و oxygen معروف عنهم انهم موجودة في البيولوجيكال molecules كلها، يعني سواء carbohydrates و lipids و proteins وكمان nucleic acids. كل biological molecules عندهم the three main atoms أو elements دول. The percentage of carbon, hydrogen and oxygen في three molecules، شفناها لقينا molecule X, Y, Z the carbon percentage والhydrogen percentage والoxygen، كل أرقام قدامكم. Which row correctly identifies molecules X, Y and Z. أنت عارف إن يفرق ان الكربوهيدرات، لو انا بصيت كده الايديا ايه كربوهيدرات ليها رول ان عندها سي اتش او فقط، والليبيد مينلي مش الموديفايد ليبيد، لا الليبيد اللي هي المين ليبيد زي التراجليسرايدز مثلا او زي الفاتي اسيدز عندها برضه سي و اتش او نفس الثري المنتس. طب يفرقوا ايه عن بعض؟
يفرق هنا in ratio 1:2:1 لكن في الليبيدز no ratio ما بين الهيدروجين والأكسجين فيش ratio خالص دي قاعدة يبقى السؤال هنا بيلف ويدور حوالين الحتتين بس طيب تعالوا بينا اكس ايه رايكم ريشيو ما تخافش من الارقام الغريبه اول واحد يمثل لك فعلا 1:2:1 25 15 25 طب الثاني هل يمثل الكلام ده نيرلي ممكن يمثل الكلام ده انا يميني في الحقيقه الرقم ده والرقم ده نيرلي دبل صح كده نيرلي دبل يبقى 2:1 برضه حلو قوي طب تعالوا بينا هنا نشوف زي كده ده معناه خلاص انا فهمت انا كده فهمت وصلت لنص الانسر اكس واي دول لازم بيلونجز تو ايه بيلونج تو كربوهيدراتس وزي بصوا كده الريشيو ما بين الهيدروجين انتو اكسجين الاكسجين كانه مش موجود حاجه غريبه قوي يعني بليست ايه كونسنتريشن او برسنتج ده معناها شور هيبقى ليبيد سواء تريجلسرايدز او ريليتد تو تريجلسرايدز اتفقنا؟ خلاص اتحل السؤال اكس بقى اكس ده مونو ينفع يبقى مونو اه ينفع يبقى مونو ينفع ينفع يبقى بولي ينفع ده اكس لكن ينفع تريجلسرايدز ما ينفعش يبقى دي لا اوكي طيب واي ينفع يبقى داي اه ينفع ينفع بولي يس ينفع يبقى تراي لا ما ينفعش يبقى سي ما ينفعش نيجي عندي زي ها زي بولي ستيرايد ينفع طبعا زي سوري انا اسف سوري ها عندي زي اخر واحد هل ينفع بولي ستيرايد طبعا ما ينفعش بولي ستيرايد ما ينفعش بولي ستيرايد اوكي هل ينفع تراجل ستيرايد اه ينفع تراجل ستيرايد انا مغمض ينفع تراجل ستيرايد الانسر اوكي يا شباب تفكير بسيط ايديا بسيطه هو بيلف يدور حواليها في كامبريدج كل الاكزام بتلف يدور حوالين مين ايدياز بس نشوف كده مع بعض وات از ترو اباوت تريجلسرايدز يا ترى تريجلسرايدز دي ايه ترو بالنسبه لنا هيدروفوبيك تريجلسرايدز طبعا الانسر سهله خالص انا هختار الانسر على طول هيدروفوبيك يس هيدروفوبيك يعني ايه هيدروفوبيك يعني ووتر هيتر يبقى الانسر يا اما هنا يا اما هنا لان ايه لان دي يبقى سي ودي لا طب insoluble in alcohol insoluble insoluble in alcohol لا طبعا soluble in alcohol ده التست اصلا اسمه ايثانول emulsion test ايثانول ده الكحول emulsion test يعني بيدور الفات يبقى soluble in fat قال لك هنا right insoluble ما تنفعش امال ايه wrong soluble ما في اثبات يبقى هنا الانسر دي الانسر اكس اوكي يبقى هنا دي تعالوا نفتكر مع بعض لو انت عندك تريجلسرايدز شكل التريجلسرايد شكله ايه؟ جليسرول تراي و 3 فاتي اسيدز تراي معناها 3 فاتي اسيدز يعني ايه فاتي اسيد؟ اسيد اي اسيد اورجانيك وفاتي اسيد لازم يبقى عنده ايه يا اولاد؟ لازم يكون عنده سي او او اتش من فضلكم الكلام ده بيتحفظ الجروب ده بيتحفظ طبعا سي او او اتش دي كاربوكسيليك اسيد جروب موجوده في الفاتي اسيدز وموجوده في الامينو اسيدز لازم يبقى فيها سي دبل بوند او او اتش اوكي ده كده ايه الجروب بتاع الكاربوكسيليك اسيد جروب سواء فاتي اسيد او امينو اسيد خاصه بالبروتين طيب كلمة تيل معناها هيدروكربون طالما مش حاطط اتومز يبقى هنا الكورنر ده سي كورنر ده سي كورنر ده سي 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 عشان يسهل الدنيا وباقي اتشات ام لها باتشات وراي ان الكربون تترا فيلنت زي كده فهنا تيرمينال سي اتش 3 زي كده دي شبكه مع اختها الناحيه دي والناحيه دي دي تو بونز يبقى لها H و H يبقى CH2 وهنا CH2 مش مهم انا مش بكنسل لكن تعالوا بينا دي فاتي اسيد ايه ملاحظاتك على الفاتي اسيد ده؟ ملاحظاتك ان هنا هوت طبعا واضح انهم ليهم نفس الطول ونفس الشيب في دبل بوند في نفس البوزيشن ده يعني unsaturated 3 فاتي اسيدز والسيرتين نيم
وهنا كربوكسيليك اسيد جروب عملت رياكشن مع الجليسرول زي كده وتكون استر بوند. منظر ده كون هنا استر بوند وشلنا سي ووتر مولكيولز. ما نستعجلش على رزقنا. انا اللي عاوز اقوله ده تريجلسرايد هيدروفوبيكلي هيدروفوبيك لانه انسولوبل ووتر اللي بيكون من هيدروفوبيك تيلز زي ما شايفين كده كل دي تيلز هيدروفوبيك. والناحيه دي مفيش اي حاجه توحي ان في بولاريتي عشان يبقى سوليبل ان ووتر. وبالتالي بصوا كده معايا لو انا رايت كده الحته دي اللي هي البوكس الجليسرول ده انا عاوزك تحفظ لي من فضلك السامبل ده بعد اذنك. احفظه يعني الكيميكال سامبل احفظه هو هيجي يقول لي سمعه لي؟ لا بس مهم جدا CH2 عشان افهم القصه CH2OH CHOH CH2OH. اذا ده جليسرول عنده كام OH؟ 3OH. طب الـ OH تتميز بإيه؟ عندها دايبول عندها بارشلي طبعا O و H كده عندها بارشلي بوزيتيف وبارشلي نيجاتيف دايبول ونتيجة الدايبول فهي بولر. إيه ده؟ الجليسرول لوحده بولر لأن عنده 3 هيدروكسيل جروب. سهل جدا بالبارشلي بوزيتيف والبارشلي نيجاتيف تعمل هيدروجين بوند مع الووتر. الراجل الصيدلي ممكن يجيب كونسنتريتد جليسرول من الشركه ويعمل لها دايليوشن ويحولها لاي كوتس ابوات صغيره ويبيعها لنا. جليسرول يضيف في الميه اي يضيف في الميه. يبقى ده فرق مهم جدا. ليه؟ في بولاريتي حلو قوي في دايبول. لكن هنا هو نتيجه الكومباينيشن ما بين فري فاتي اسيدز وجليسرول زي كده فين الـ OH ضاعت في وقت الرياكشن في وقت الاستر بوند فورميشن وبالتالي اصبح هيدروفوبيك تماما. يبقى جليسرول هيدروفيلك لكن الترايجليسرايد هيدروفوبيك كله على بعض. نكمل كده مع بعض. بصوا معايا يا اولاد لو انت جبت اويل وحطيته على ووتر عملت ستير بالسبون ميكس هتلاقي كل الاويل طلع فوق عمل فلوتين عمل تو فيسز الووتر تحت اوكي والاويل فوق. طيب تعالوا بينا نشوف ايه رايك لو كان ده فود ستافز فيها اويل او فيها فات لو حتى عملت ميكس مع الووتر هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه فلوتين صح كده؟ حتى لو ميكس وداف الووتر هتلاقيه فلوتين يبقى ما عملناش حاجه. طب لو كان ده ايثانول لو كنت بتدوب بايثانول هيدوب ولا ما يدوبش؟ يدوب. بص هيدوب هيدي ايه؟ يدي الشكل ده emulsified water sorry emulsified oil and water emulsified ده في وجود ايه؟ ايثانول. ده في اللاب ايثانول جوه جسمي وجسمك في الجدنم في وجود بايت يدي الشكل ده emulsified ايثانت حلو قوي. في اللاب ايثانول في جوه جسمنا بايت بيعمل الحركه دي emulsification. طب ايه رايك بعد ما عملنا emulsification لو الكلام ده شم ريحه الميه تاني يرجع يعمل تو فيسز؟ بص كده معايا اعطى ايه؟ اعطى بوزيتيف ريزلت لبريزنس اوف ايه؟ اوف فات. طب انت كنت بتدوب هنا ايه؟ ايثانول. يبقى هنا ايثانول. بعد ما داب تماما خد التست تيوب دي اللي فيها emulsified فات مش باينه الفات خالص كانت موجوده تحت ودابت خلاص لان ايثانول اورجانيك سولفنت دوبه ولما دوبه بيمسبل خالص مش باين. حطه كده على الووتر اول ما يشم ريحه الووتر يعمل فيس جديده اهو عمل فيس جديده اباظ. يبقى ده كده ليبيد انديكيت بوزيتيف ريزلت ايه اوف ليبيد اوكي ده فاهمينه طبعا حلو قوي. يبقى الانسر هنا اهوت عرفنا ان هو ان سولوبل ان الكول لا طبعا سولوبل ان الكول. نكمل كده مع بعض. Which statements about the differences between phospholipids and triglycerides are correct? Phospholipids and the triglycerides. تعالوا بينا نشوف الشيب في الأول. إيه الفرق؟ Phospholipids وتريجليسرايد. إحنا فهمنا التريجليسرايد من شوية بالرسمة اللي فاتت. اللي هي دي كانت كده. ده تريجليسرايد، أوكي؟ طب فوسفوليبيد. في الحقيقة نظرا لأن تريجليسرايد insoluble in water وعاوزين نصنع حاجة اسمها سيل ممبرين ربنا سبحانه وتعالى عاوز يخلق لنا سيل ممبرين. السيل ممبرين ده ماله؟ لازم يكون
فوسفوليبيد، لازم يستحمل وجود الاكواتيك ميديوم اللي عايشه فيها السيلز. السيل سيل اهي من جوه في ووتر في السيتوبلازم، وبره في ووتر في التيشو فلويد، والممبرين اهو يستحمل ازاي لو كان ترايجلسرايد؟ ما ينفعش، مش هيطيق نفسه، فلازم يكون ايه فوسفوليبيد. يتحول ازاي ترايجلسرايد لفوسفوليبيد؟ بنشيل واحد من الفاتي اسيدز، واحد من الثري فاتي اسيدز، ونعوضه بايه؟ ادي شلنا واحد اهو، شلنا واحد فاتي اسيد، شلناه وحطينا مكانه ايه؟ حطينا مكانه حاجه اسمها فوسفو او فوسفيت جروب، شبكه بقالين، مش مهم القالين، يهمني الفوسفيت جروب. فاصبح دلوقتي فوسفو ها لابد. طب ليه؟ تلاحظ الشارج ده نيجاتيف، في تشارج تاني هنا بوستيف، ايه ده؟ نيجاتيف وبوستيف، يعني في بولاريتي. اصبح الكومباوند دلوقتي بدل ما كان ترايجلسرايد هيدروفوبيك مش طايق الووتر، اصبح دلوقتي هيدروفيليك، هو اللي بيدور على الووتر. هيدروفيليك، اصبح شكل المولكيول اوف فوسفوليبيد ايه؟ ليه هيدروفيليك بولار هيد، تمام؟ يعني ووتر لافر، تقدر تعمل هيدروجين بوند مع الووتر الموجوده في تيشو فلويد بره، صح كده؟ تيشو فلويد بره، وتقدر تعمل برضو ستابيليتي للممبرين مع السيتوبلازم جوه. سيتوبلازم، صح كده؟ ده نتيجه البولاريتي دي، هيدروفيليك هيد وهيدروفوبيك تيلز، ما زالت التيلز دي مستخبيه اهي ان بتوين كساندوتش، او زي ما انتم شايفين كده المنظر ده كله. ده كله هيدروفوبيك ايه؟ نون بولر تيل، فاتي اسيد تيل. عرفنا الفرق ما بينهم طبعا. طيب تعالوا بينا نشوف. السؤال بيقول ايه بقى؟ The phospholipids are polar molecules. Yes, polar. But triglycerides are non-polar. Yes, non-polar. يبقى الانسر معانا 3، معانا 3. طب هل 3 only؟ نشوف، لان ما قريتش اول جزء. Phospholipids have hydrophobic regions but triglycerides do not. ايه ده؟ الفوسفوليبيدز عندها hydrophobic regions اللي هي التو تيلز دول. التو تيلز ادي الهيد اهي، ودي تو تيلز، ادي تيل ودي تيل تيل. دول يعتبروا ايه؟ هيدروفوبيك ريجنز، يس رايت. بس ترايجلسرايد دو نوت، لا ده كله على بعضه هيدروفوبيك، يبقى ما تنفعش 1، يبقى 1 كلها رونج. طيب فاتي اسيدز، وممكن حد منكم يقول انا طالما 1 رونج يبقى هكنسل كل اللي فيهم 1، دي رونج ودي رونج، ممكن. طيب نشوف كده 2 و 3. The fatty acids in phospholipid are always saturated. مش هعرفك، مش هعرفك انها تبقى كله always saturated. ما يمكن في one من التو unsaturated. هي كلمه always بتخوفنا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. اوكي؟ But in triglycerides they may be saturated or unsaturated. زي ما هنا may be في triglycerides saturated او unsaturated، برضو في الphospholipid may be saturated or unsaturated. اذا ما تنفعش one ولا تنفع تو، ما عنديش غير الانسر 3. اوكي؟ نكمل كده مع بعض يا شباب. طبعا واضح يا اولاد اكزامبل بالمصادفه ان كل سي فاتي اسيدز دول يعتبروا ساتوريتد فاتي اسيدز. بالمصادفه ساتوريتد. ها تعالوا بينا نشوف ايه الموضوع. هنا قال لك ايه؟ An investigation was carried out into effect of different treatments on permeability of cell surface membranes and tonoblasts of beetroot cells. Tonoblasts that mean that the vacuoles of beetroot cells. Beetroot vacuoles contain red pigments. مخزنة الفاكيول دي ال red pigment بتاعت البنجر يا ولاد اللي هو البيتروت. This pigment is unable to back out of the cells because it cannot diffuse through the tonoplast or cell surface membrane. ما تقدرش تطلع بره ولا التونوبلاست ولا cell surface membrane. 1 cube centimeter, 1 cube centimeter or 1 cubic centimeter cubes were cut in from beetroot tissue and washed in running water. ليه washed؟ لأن كان النايف هيبقى فيه bleeding، صح كده؟ وبالتالي اعمل ايه؟ اعمل release أو remove the pigments released from damaged cells. ده أول خطوة. The cubes were then placed in test tubes with different contents and observed for 5 minutes. حطيت كل cube في test tube، تمام كده؟ with different contents and observed for 5 minutes. يا ترى إيه content، إيه treatment بتاعتك، عملت إيه؟
which row shows correct explanation for observation recorded for one of the treatments. The treatment الأولاني A, dilute hydrochloric acid, The observation contents of test tubes stay clear. يعني تخدت كيوب اللي هو مليان بيجمنت من جوه وحطيته في هيدروكلوريك اسيد. The contents can test tubes stay clear, ما خرجتش حاجه. Explanation membrane proteins have been denatured. Maybe بسبب الاسيديتي البروتين الموجود كان membrane protein denatured فقفلت. وبالتالي contents of the test tube may be clear. ممكن. بس هل ده يعتبر explanation the results؟ نشوف. طب الايثانول. ايثانول ده الكحول والالكحول اورجانيك والاورجانيك ده بيستعملوا اورجانيك سولفنت للليبيدز لسه واخدين زي ما شفنا في التست ده كده. صح كده؟ contents of the test tube turn red. Turn red ليه؟ اكيد الايثانول عمل ديستراكشن عمل solubility للسب سيرفيس ممبرين of beetroot tubes. ودخل كمان على التونوبلاست وعمل له دامج او عمل له ديزولفنج. الليبيدز الاكسبلانيشن بقى الليبيدز انكلودينج ميمبرين فوسفوليبيدز هاف ديزولفد. ينفع؟ ينفع زي الفل. ينفع طبعا. اوكي والكونتنتس اوف تيست تيوب تورن ايرد تمام تمشي معانا انسى او تمشي. طب هنا ووتر ات 20 سيزيس كونتنتس اوف تيست تيوب ستي كلير. ماشي مش هنقول لا ده الاوبسرفيشن. Explanation membrane proteins have been denatured. Mostly, لو حصل denature ممكن denature اللي هنا او denature اللي هنا يعمل ايه؟ يعمل escape للبيجمنتس. طب ما ظهرش escape للبيجمنتس. مش ضروره ان يعمل closer للجيتس الخاصه بالايونز والمولكيولز. ممكن denature يعمل damage او يعمل opening للجيتس الخاصه او يعمل rupture. صح كده ويقرر الكونتنت فالكونتنت هنا ما تمشيش ستي كلير وستي كلير فالانسر هي اللوجيك بالنسبه لنا الايثانول الى الان. طب ايه تسكريز؟ يس كونتنتس اوف تيست تيوب تيرن ريد. اوكي حلو قوي. طب وبعدين الليبيدز مالها؟ الليبيدز انكلودينج ميمبرين فوسفوليت هاف ديزولفد. هل الهوتنس يعمل ديزولفنج للفات؟ باللوجيك كده انت في المطبخ الهيتنج للفات هل معناه ديزولفنج؟ ولا معناها ميلتنج؟ معناها ميلتنج لكن ما زال الاويل اويل والفات فات والباتر باتر والجي جي. صح كده؟ ما زال. يبقى الكلمه دي ما تنفعش تمشي مع ما ينفعش دي يا اولاد وما ينفعش طبعا تو او سي سوري عشان كده ما فيش انسر غير دي. اوكي؟ طيب الدياجرام شو 3 تريجلسرايد اكس واي اند زي. قبل ما اقرا السؤال انا عاوز افكر ده تريجلسرايد اكس وتريجلسرايد واي وتريجلسرايد احيانا ممكن ما اقراش السؤال. فرا انت بعد ما افهم الرسمه واضح ان هنا في فاتي اسيد ادي 1 ادي 2 ادي 3 واضح ان الثلاثه ديفرنت واضح ان في دبل بوند unsaturated وهنا unsaturated بولي unsaturated هنا مونو unsaturated هنا saturated اذا 3 ديفرنت فاتي اسيد ده في اكس. طب هنا ده وده ديفرنت وديفرنت عندها برضه ديفرنت يبقى ده 1 وده 2 وبرضه 3 ديفرنت صح كده؟ طيب في واحد فيهم ساتوريتد اللي هو نمبر 2 وفي نمبر 1 ونمبر 3 واحد فيهم مونو انساتوريتد والثاني بولي طالما في اكثر منهم يبقى بولي. طب وبعدين زي ها الفاتي اسيد ده ادي ده 1 ده 2 هو ده 2 كده يعني سيميلر اه سيميلر ليه؟ مفيش اي دبل بوند كلهم بنفس اللينك فبالتالي هما ذا سيم ايه؟ سيم فاتي اسيدز. الحته دي المنطقه بتاعت مين؟ المنطقه بتاعت الاستر بوند فورميشن سي او سي سي او سي سي او سي صح كده؟ ده الاستر بوند مع جليسرول عشان يكونتر الجليسرايد متشابه فيهم هما الثلاثه ده سيميلارتي ما بينهم مفيش مشكله. طيب what is correct for this triglycerides contains saturated fatty acids contains saturated fatty acids saturated في x في saturated في y في
saturated وفي z في saturated اللي هو نمبر 1 يبقى x y وz تمشي معانا يبقى الانسر a او b صح كده؟ ما ينفعش c ولا d طيب contains unsaturated fatty acids هنا في unsaturated في x في unsaturated y يبقى x y يبقى x y تمشي طب z لا z ما عندهاش خالص يبقى تمشيش يبقى b ما تنفعش اتاكد اشيك على نفسي contains more than two different fatty acids more than two different fatty acids and x عنده three different fatty acids يبقى more than two three fatty three fatty acids different عن بعضهم طيب و x معانا طب y three different اه three different one two three different عن بعض يبقى بالتالي هي فعلا الانسر هي هي ولاد الانسر ايه فهمنا قصه الترايجلسرايدز عاوز اوريكم حاجه نفتكر بيها الليبلز امسح الشكل ده ولاحظوا ده انيميشن جميل جدا انا حبيت ان انا اوريه لكم في الحقيقه جميل خالص يعلمنا يعني ايه ايستر باند فورميشن يعني ايه كوندنسيشن يعني ايه هيدروليسيس للفاتي اسيدز او للترايجلسرايدز بص يا ولاد معايا خدوا بالكم بس الايكويشن اللي تحت الارو بينعكس الدايركشن بتاعه بمعنى مره يبقى رايت ومره يبقى ليفت على حسب انت بتعمل كوندنسيشن ولا هيدروليسيس نقرا التايتل واحده واحده انا هخليه لفتره نص دقيقه لغايه ما نفهم القصه طبعا ده فاتي اسيد دي كربوكسيليك اسيد جروب تبقى خفيفه سي دبل بوند او او اتش خدت من الاسيد او اتش وخدت من الجليسرول CH2OH خدت H هي واحدة بس. طب الكلام ده هيتكرر في الثلاثة. يبقى removal of water means 3 fatty acids مع جليسرول يبقى 3 water molecules هيخرجوا من الرياكشن. بص عليها الواحدة بعد إذنك. طبعا ده في وجود انزيم. سواء انزيم for condensation أو انزيم for hydrolysis. ودي الاستر بوند تبقى عارف مكانها. وده الووتر خارج الناحيه دي اللفت سايد. مش مهم الجينرال فورمولا والفورمولا بتاع الفاتي اسيد. اوكي؟ ده الاستر بوند الكونيت فوق وهتكرر تاني في السكند فاتي اسيد والثيرد فاتي اسيد. مع removal of 3H2O من الـ equation ده معناه يتكون triglyceride لو أنا ماشي to write دلوقتي يبقى ده إيه؟ condensation يعني في removal of water لو مشيت العكس بقى الأرو ده هيتجه الناحية دي دلوقتي يبقى كده hydrolysis أو اتجه الناحية دي hydrolysis عندك triglyceride وعندك enzyme وعندك زي لايبز مثلا ووتر مولكيولز تساعدني على الهيدروليسيس او ديجستشن اوكي الكلام ده خلاص اتفهم بالنسبه لي نكمل كده مع بعض يا شباب وات از ذا مينيمم نمبر اوف كاربون اتومز ان ان امينو اسيدز طب ايه هو الامينو اسيدز برضو ده سيمبل لازم تبقى حافظه من فضلك من السيمبلز اللي المفروض نحفظها في بايولوجيكال مولكيولز الامينو اسيدز انا مش هرسمه انا هوريه لكم على طول اهو ده الامينو اسيد استراكشن امينو اسيد امينو يعني في امينو جروب NH2 تيرمينال ليفت او رايت مش تفرق طيب والناحيه دي كربوكسيليك اسيد جروب ليفت او رايت برضه مش تفرق يبقى عندك سي دبل بوند او او اتش دي كربوكسيليك اسيد جروب وعندك الناحيه دي NH2 امينو اسيد جروب وادي كربون غلبانه شايله اتش وشايله ار جروب دي سايد شين دي الفاريبل ريجن بتاعت الامينو اسيد طبعا الار تختلف من امينو اسيد لامينو اسيد تاني عدد الامينو اسيد اللي داخله في البروتين سينثيسز 20 لكن في امينو اسيد مش داخله في البروتين سينثيسز مالهاش علاقه بيهم اللي داخل 20 دول عندك في بيج اعتقد 512 كتاب ميري جونز من فضلك مش هتحفظ ارجع للبيج دي فاهم كده هتلاقي في differences ما بين ال 20 amino acids differences ديت due to A due to R مره ال R تبقى CH3 مره تبقى H بس لو H بس D
just simple R group. بدل R كميثايل كالكايل جروب أو حلقة بنزين بقت H بس. بقت هنا إيه؟ CH2 شايل الناحية COOH وناحية NH2 ده اسمه جلايسين the simplest amino acid جلايسين اللي شفناه في الكولاجين قبل كده لو تفتكروا. كل ثيرد أمينو أسيد في كولاجين كان جلايسين. ليه جلايسين؟ ليه سمبل؟ لأن الـ C شايلة 2H مش H واحدة وبدل الـ R شايلة H. طيب in general بقى المينيمم نمبر هو سألك عن مينيمم نمبر of carbon atoms يبقى ماليش علاقة بالـ R يعني كده ليه علاقة بالـ minimum number of carbon لازم هنا C ده الألفا ليدر كربون اللي شايلة الليلة كلها والتانية تعتبر بتاعة الكربوكسيليك يبقى minimum number لكربون atoms عبارة عن كام؟ عبارة عن 2 يبقى الأنسر دي. من فضلك احفظ الشكل ده من فضلك احفظ الشكل ده اوكي؟ طيب تعالوا بينا نشوف ده كده أمينو أسيد. Which diagram shows the formation of peptide bond. Peptide bond بتتكون ما بين إيه وإيه يا شباب؟ peptide bond عشان تتكون ببساطة يبقى نتيجة condensation ما بين two أمينو أسيدز. الأمينو أسيد واحد فيهم يتبرع بـ H أهو والتاني بيتبرع بـ OH. دايما اللي بيتبرع بـ OH كربوكسيليك أسيد جروب. كربوكسيليك أسيد جروب كأسيد كأورجانيك أسيد بتتبرع بـ OH. مين يتبرع بالـ H؟ الأمينو جروب. فـ H مع OH يطلع إيه؟ ووتر، ريموفال أوف ووتر. تكون بوند ما بين مين ومين؟ ما بين الـ N والـ C. البوند اللي هتتكون هنا بعد شوية هي دي البيبتايد بوند. لما أشاور عليها هتشاور على دي. دي البيبتايد بوند. الأنسر هنا هي A. طب ينفع تبقى كده؟ ينفع ما بين كربوكسيليك وكربوكسيليك؟ لا. ما ينفعش. Wrong. طب ينفع ما بين كربوكسيليك وكربوكسيليك واخد كده انا ما هو كوني ووتر برضه كل مره كوني ووتر ينفع؟ ما ينفعش. الموضوع مش هبهزه بكده. هل ينفع كده اخد 2 اتش من الامين واخد او واحده من كربوكسيليك؟ برضه ما ينفعش. لازم يا اولاد الامين تتبرع ببروتون او بهيدروجين والكربوكسيليك اسيد جروب بالاو اتش والنتيجه ريموفال اوف ووتر. تعالوا هوريكم انيميشن جميل قوي. ننسى الشربات دي برضه. سوري. اوكي. ده برضه ايه؟ عباره عن البيبتات بوند بتتكون ازاي؟ لما كنا بناخدها في بيبر 2 ازاي كان كنت بترسم اهي؟ كوندنسيشن وهيدروليسيس. على نفس فكره الجزء بتاع الراجل سلايدز. امينو مع امينو. عرفت الليبل بتاعك والانوتيشن بتاعك. كوندنسيشن ريموفال اوف ووتر. تتكون بيبتايد بوند. فين بيبتايد بوند؟ مش كل دي جروب كلها. لكن هنا بيبتايد بوند الحته دي ما بين ال N وال C. H و OH. ادي H من امينو. ها OH. الارو هنا برضه هيتغير شكله او الدايركشن بتاعه ما بين هيدروليسيس وما بين ايه؟ وما بين كوندنسيشن. اوكي؟ الارو هنا مره رايت ومره ليفت على حسب انت هتكون مره رايت ومره ليفت. اوكي؟ طيب خلصنا كده فكره الكوندنسيشن والبوند فورميشن الخاصه بالدايبيبتايد. نكمل كده مع بعض. ها In enzyme catalyzed reactions, the position of A of the amino acids found as the active site is important. طبعا during the synthesis of enzymes, amino acids are brought together in the correct position to form the active site. Which levels of protein structure must be involved in forming the active site? يا ترى احيانا يبقى البوليبيبتايد شين لونج قوي اللي هي خاصه بالانزيم. لكن يكون جروف او دنت جروف او دنت دي عباره عن مكان سبيسيفيك قوي. المكان ده سبيسيفيك قوي هو عباره عن فولدنج نتيجه فولدنج. يا ترى الليفل اوف بروتين ستراكشر لازم امر بمرحله برايمري
ليها دور في الاكتيف سايت؟ اه طبعا برايمري، يبقى معانا A ومعانا B ومعانا معانا A و B بس، يبقى C و D لا. طب سكندري، همر بمرحلة سكندري، ما ينفعش برايمري يبقى انزايم. طب سكندري لازم خطوة بعد برايمري، اه لازم ضروري للفولدنج، على الأقل الفيرست ستيب اوف اي فولدنج هي السكندري، ممكن الفا هيليكس او بيتا بليتد في شكل اي تشينز. طيب التيرشري، لابد من التيرشري، ماست تيرشري، ماست تيرشري. طب الكوترني، هل هي ماست؟ هل الكوترني ماست؟ طبعا لا مش ماست، نوت انفولد. كلمه ماست هنا الجايد بتاعك، هل في انزيم توصل للكوترني؟ اه في انزيم توصل للكوترني لو كان more than one polypeptide chain، لكن هل must؟ لا مش must. يبقى بالتالي هنا هو كوترني not needed، وبالتالي الانسر هي دي، دي مش must. اوكي الانسر تبقى دي. نكمل كده نشوف. بص يا اولاد الانزيم بالانيميشن ده، طبعا السيكونس اوف امينو اسيدز في البوليبيبتايد تشين هي تمثل البرايمري ستراكشر. لما يحصل فولدنج زي ما انتم شايفين المنظر ده، الارز دي هي البيتا بليتد تشينز او بيتا بليتد، فاهم كده؟ طبعا ده بالهيدروجين بوندنج، بوندنج المعروف في السكندري بيتكون نتيجه هيدروجين بوندنج. طيب والجزء البيربل ده او البينك ده ماله؟ بيتكون ازاي؟ بيتكون نتيجه هيدروجين بوندنج برضه، صح كده؟ شكل هيليكال شيب او الفا هيليكس. يبقى عندك اللي قدامك دلوقتي، مرينا بمرحله البرايمري والسكندري وحصل فولدنج في السبيس ده، كده تيرشن، ده كده انزيم، ده كده ايه انزيم ليه اكتيف سايت، ممكن امينو اسيد بعيد قوي 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 يقرب من واحد بعيد عنه قوي قوي قوي، ليه؟ نتيجه الفولدنج عشان يكون اكتيف سايت. الاكتيف سايت ليه سبيسيفيك ار جروبس سبيسيفيك امينو اسيدز، ده كده ده فكره الفولدنج او الدنت او جروف اللي بيكون بيه الاكتيف سايت. نشوف منظر اخر، ادي منظر الانزيم اكتيف سايت، ادي الفولدنج اهو، ادي البوليبيبتايد تشين وعامل هنا فولدنج وجروف علشان يبقى افكت لسيرتن سبستريت كده، سيرتن ريأكتنس او سبستريت. نكمل يا شباب. Which features affect the tensile strength of collagen؟ collagen ده اسئلته جميله قوي. collagen ده ابلكيشن حلو قوي للستراكشرال بروتين، موجود في جسم الستراكشرال، وطالما ستراكشرال يبقى لازم داخل كسبورت، كسبورت ليه سبورت فانكشن، وسبورت فانكشن يعني داخل في تركيب التندونز، التندونز اللي تشبك المسل مع البونز، والليجمنتس تشبك بون مع بون، وكونكتيف تيشو، فاهم كده؟ ده بتبقى ميديم فيها كولاجين فايبر. هي شفناها كولاجين مهم جدا في الارتريز والفينز، مهم جدا في الالاستيستي، لكن ملوش دور في الكونتراكشن والريلاكسيشن، ما عندوش الفانكشن دي. ليه تنسل سترينجز، تنسل سترينجز واضحه، تنسل سترينجز دي نتيجه ايه يا ترى بتاعت الكولاجين؟ تنسل سترينجز الهيلكال ستراكشر اوف كولاجين تشينز، يس هيلكال ستراكشر. دايما الفتله لو اربطها مع فتله ثانيه او اعمل فتلتين مع بعض واضربهم تبقى سترونجر. طب ايه رايك ثلاث فتل مع بعض تبقى حبل، تبقى رب، صح كده؟ الرب ده ماله؟ بيبقى قوي جدا. يبقى ده هيكل ستراكشر اوف كولاجين تشينز. انا عاوز اوريكم الشكل الاول اهو، ادي الامينو اسيد سيكونس، صح كده؟ الامينو اسيد سيكونس كل واحده جرين من دول متكرره، هي جلايسن كل ثيرد امينو اسيد في البوليبيبتايد تشين الخاصه بالبراند ستراكشر اوف كولاجين تعتبر ايه؟ تعتبر جلايسن. لو اخد 3 بوليبيبتايدز منهم شبكتهم مع بعض يبقى كده مولوكيول واحد فقط من الكولاجين، مولوكيول واحد ايه فقط من الكولاجين. طيب المولوكيول مع مولوكيول مع مولوكيول اخر يكون كوفيلنت بونز ما بين المولوكيولز بعضها البعض بستيجرد مانر، يكون حاجه اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها فبريل، فبريل بعد كده يكون فايبر، ادي فبريل اهي، صح كده؟ وبعد كده مين الفيبرل مع بعض تكون فايبر، تكون ايه فايبر؟ الفايبر ده موجود في التندون، التندون ده زي عروق رجلينا كده، التندون زي اكيلس تندون او اي تندون بيربط المصل مع البون مثلا،
عشان كده الداكندون كولاجين فايبر، هي دي الفايبر. فهمنا الفكره معناها ايه؟ طيب يا ترى التنسل سترينجز دي السبورت ميكانيزم بتاعها نتيجه الهيليكال ستراكشر كولاجين تشينجز سمول ار جروب اوف امينو اسيد ان كولاجين ناس عشان تجيب شيء من الاستيستي لان هو فيها سمولست ار جروب زي ما اتفقنا اي دي سي شبكه باتش وشبكه هنا باتش ثانيه صح كده؟ في امينو اسيد لايسين وهنا دي سي دبل بوند او ودي هنا او اتش وهنا ان اتش 2 ده امينو اسيد اسمه جلايسين. كل ثيرد امينو اسيد اسمه جلايسين اللي هو الجرين ده يدي شيء من الاستيسي ده كده يعمل بندنج يعمل كينك للفايبر دي. طيب انسولبل نيتشر اوف كولاجين حاجه سبورتيف لازم تبقى انسولبل على عكس الهيموجلوبين لازم يبقى سولبل في السيتوبلازم وفي ريد بلاد سيلز. يبقى هنا ده ايه انسولبل يس انسولبل يبقى 1 معانا و2 معانا و3 معانا الى الان. ذا بوندز بتوين كولاجين مولكيولز البوند بتوين الكولاجين مولكيولز ما ده مولكيول واحد مع مولكيول اخر لازق فيه بكوفيلن بوندز طبعا. يبقى هنا في بوندز موجوده بيكون ايه فيبريل وبعد كده فيبريل تشبك مع بعضها تعمل ايه فايبر. يبقى الاربعه مع بعض 1 و 2 و 3 يبقى الانسر 1 و 2 و 3 و 4 اوكي. هنا which features of collagen results in having high tensile strength؟ اذا ده نفس السؤال يا ترى نفس الانسر. bonds form between adjacent molecules of collagen. yes bonds اللي هي covalent اللي احنا قلنا saddle strengths. each three stranded molecule is held together by hydrogen bond. كل 3 مولكيولز من الكولاجين مولكيولز شابكين مع بعض عشان يعملوا ايه؟ تريبل صح كده؟ بيسموها تريبل هيليكس هيدروجين بوند. اذا الهيدروجين بوند دي ويك لكنها وجودها في مولكيول ده تدي سترينث يبقى ما هي كمان داخله معانا اوكي دي جديده علينا. every third amino acid in the polypeptide is small اللي هو جلايسين يقصد ممكن. في سؤال اخر ما جبتوش النهارده قال لك ان الار جروب سمول الار جروب دي بتاع الثيرد امينو اسيد سمول اللي هي يقصد بيها الاتش بدل الار تنفع تنفع. طب اخر حاجه ذا بوند ستراكشر از هيلد توجذر باي ذا تايد بوندز. لا طبعا الهيموجلوبين البرايم ستراكشر بتاعته عباره عن التايد بوندز ما بين الادجيسنت امينو اسيدز. اي بروتين في الدنيا هيبقى كده يبقى ده مش داخل معانا نونسنس بالنسبه لي ما تنفعش. يبقى الانسر 1 و 2 3 فقط الانسر ايه؟ اوكي يا شباب امتى اقول 1 2 3 4 امتى قلت 1 2 3 بس؟ تبقى فاهم القصه ايه؟ طبعا ثانك يو فور واتشنج اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده والفيديو السابق وان شاء الله ربنا يسهل اقدر اتوفق اخلص لكم الفيديوز الجايه. ان شاء الله لو في اي كومنت يا ريت هبقى سعيد بكلامكم معايا. جود لك وربنا معاك ويوفقك ان شاء الله. ثانك يو. على فكره انا بدايه بطريقه كلاسيفايد لسبب. كلاسيفايد بيدي انريشمنت غير لما احل كومبليت تاست بيبر في اسئله متفرقه من 11 شابترز لكن لما اجمع شابتر باي شابتر انك كانك رجعت من الكتاب مع نفسك. بدل ما تراجع النوتس او الكتاب رجعت الفيديو على الكربوهيدرات وعلى البروتين وعلى الفات والديتيلز والدهليز بتاعتهم. جود لك اتمنى لك كل خير وكل توفيق. سلام يا شباب. باي باي.